السلام عليكم، مساء الخير، صباح النور عليكم. رمضان كريم من باغي من باريس. تنقول لكم الله يفرحكم والهلا يخطكم عليا بنات بلادي، الله يسخر البنات الجاليه كاملين، الله يكون معاكم. راه ماشي سهله انك تجي وتصوم في بلاد اخرى وتعيش وتادابت، الله يكون معاكم يا ربي. راه ما عطي درهمكم حلال، والله العظيم عطي انا وسناء دابا تنقول لها يا اختي واخا هكاك راه قاصحه العيشه، الله يكون معاهم يا رب العالمين. ونهزوا كفوفنا كاملين ونقول الله يوقف مع بنات الجاليه كاملين، سواء وليداتنا وسواء خواتاتنا وسواء ناسنا وسواء بنات المغرب كامل، الله يكون معاكم. وتبارك الله على بنات بلادي، راكم دراعكم ما شاء الله، الله يحفظكم. بالنسبه للمعرض ديال منى التاويل في المغرب، غادي يكون في مكناس في قاعه المعلمين مع الصقلي اكسبو نهار 27 28 29 30 في مكناس ان شاء الله قبل رمضان، قبل العيد بجوج سيمانات، 27 28 29 30 في قاعه المعلمين في مكناس. بالنسبه للحاجه اللي جيت عليها هنايا لباغي، انني غادي نشوف لكم واحد المعرض ان شاء الله في باريس، ان شاء الله يا ربي في فرنسا. باقي هي سنة خايضة، باقا ان شاء الله مدام الفاسي تتقلب لنا وتتقاد لنا ان شاء الله الامور. هي وشكون السيده اللي معاك؟ مدام ديوري. مهم ها هما تيقادوا لنا ان شاء الله باش يلقاو لنا واحد، يديروا لنا واحد الفونت بريفي تليق ببنات المغرب وتليق بالناس ديال الجاليه اللي فنات. ولكن كاين معرض ان شاء الله، كاين معرض في شهر 5 ياك في بلجيكا. هنا غادي نقول لكم دابا مع زينب 10 11 12 تكون معنا ان شاء الله. كاينه معنا سناء، عيطات عليا واحد السيده تبارك الله حتى هي كاينه معايا تبارك الله، مولات جلال كاين عرفتي، باقي ما نزلناش الفيديو اتصل تبارك الله. زينب فلوغ، هاد زينب فلوغ هي اللي غادي تنظم لينا واحد المعرض في بلجيكا. انا البنات ما تنعرفش في لوروب، داكشي علاش ما تنقدرش انني ننظم. غادي نجي ندير لكم دي فيديو ان شاء الله بنات الجاليه عندي، اللهم لك الحمد عليها نعمه وحفظها من الزوال، وغادي نخدموا على قدر النفع. بالنسبه للشركه ديال التوصيل شركه عالي، هيا انا نكتبها لكم، يدي لينا السلعه حتى لهنا بثمن مخير ونخدموا على ريوسنا. بالنسبه للبنات الجاليه يمكن لكم حتى نتوما تحطي سلعتك وتاكسبوزيها وتبيني راسك، ونطلع لك الانستغرام ندير لك دي فيديو وندير لك انا دي ستوري، الله يسخر كل وحده. بالنسبه لزينب فلوغ دايره لينا نهار الجمعه والسبت 11 و10 في مدينه اونفيرس في بلجيكا، ودايره لينا نهار 12 في بروكسل. هذا ديال بروكسل كادو من عند منى التاويل، حيت هو اللي انا باغا نمشي ليه، بغيت نمشي غير لبروكسل. وهي تقول لي منى ضروري بروكسل، انا نعطيه لك غراتوي للبنات ديالك اللي غيتسجلوا من طرف منى التاويل. بروكسل كادو ديالكم، ولكن تسجلوا في نهار 11 و10 في اونفيرس، غنخدموا في اونفيرس يومين، ومن تما تهز لينا هي غادي تكلف لينا بالسلعه، غنكوتيزيو بعضياتنا وغنديوها لبلجيك. هيا بروكسل ها نتوما البنات باش نتفاهموا، 10 و11 غيكون عندنا فونت بريفي في اونفيرس، غنحطوا فيها غادي نبيعوا نديروا دي فيديو، وغادي انسيستيو بزاف على بروكسل، لان بروكسل فيها تبارك الله الناس كثار، فيها الجاليه كثيره. هي اللي خدمت فيها في سماب اكسبورا اغلى معرض داز، هذا راه الثمن ديالو زوين. هذا بروكسل غيكون عندنا نهار واحد، نهار 12 في الشهر نهار الاحد غادي ندوزوه في بروكسل، ونهار 10 و11 غادي ندوزوه في اونفيرس. في بروكسل قاعه واعره فخمه، شي حاجه ما شاء الله الفن هذاك ديال بروكسل كادو من عندي. قالت لي اللي جبتي من عندك غادي تاخذي عليهم واحد البورسونتاج، قلت لها ربي اللي ما ديريها ليا كادو البنات بلادي. ها هي اللي جا لاونفيرس يومين اي ياخذ ديال بروكسل نهار كادو من عندي. وبشحال هذا الشيء؟ 250 اورو، 250 اورو نقولوا 2500 درهم ديالنا لا ياك بحال هكا. المهم مع الصفعه تكون شويه الله يسخر. اللي بغات تسجل اتصلوا، ها هي زينب فلوغ، ها النمره ديالها غنخليها لكم في العنوان، ديروا غير العنوان في مكتوب، راه مكتوبه النمره، كليكيوي على العنوان زينب فلوغ. الله يسخر الله يجيب التيسير، الله يلاقيني مع هذه السيده على خير، لانني انا يلاه تعرفت عليها، تنتمنى الدوام، تنتمنى نكون ان شاء الله عند الحسن الظن، وتنتمنى من هذه السيده حتى هي تكون عند حسن الظن كيف ما انا حسنت بها الظن، وجيت وشديت الطياره وجيت حتى لهنايا وتنشوف، تنتمنى ان شاء الله يكون هذا الشيء مزيان ان شاء الله، لان سمعتها زوينه تتنظم معارض بلابيه تبارك الله، خدامه على راسها الله يسخر ليها. وبغيت نديروا معارض هنا، بغيت بنات الجاليه تكون لهم الفرصه بانهم يبانوا معايا، بغيت بنات بلادي تكون لهم الفرصه انهم يجيو يعرضوا 3 ايام
جوج في أونفيرس، يومين في أونفيرس ونهار في بروكسل، هو اللي غادي نتبازاو عليه باش نبيعوه مزيان، لان بروكسل فيها الجاليه مزيانه. جيبوا سلعه زوينه، جيبوا ثمن مزيان ومعقول وغادي تخدموا 2500 درهم، مهم ما عرفتش 250 اورو صرفوها نتوما، واتصلوا بالسيده سبقوا ليها والله يسخر والله يفرحكم. وشوفوا لي السلعه ديالي ونوريكم دابا شنو تخديت، شنو تخديت التشبه ديال المحل ديالي ديال هشام ديال المعنات، راه غادي تكون معايا التشبه ديال غدير داكشي ديال لي دغا وداكشي ديال لي ناب وداكشي ديال شنو هو ديال الناموسيات، داكشي الفن، الفن اللي تقدينا ليها. باغور دو لي ما شاء الله، لي باغور دو لي يا اختي تنتعلم الفرنسي مع سناء. وشوفوا كي جاتكم هذه خديتها لي، والله هي تفنا خديتها انا وسناء، قالت لي خذي 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 فنا. هانتوما راه شحنت هذه، شدي لنا الطوله سناء يعطيك الستر، شحنا داك الشيلان ديال شانيل. شوفوا لي حتى هادو الشيلان هكا لي مواتي مواتي 150 درهم غادي نبيعهم لكم. هادو هبطي لنا سناء شوفي شوفوهم، شوفوا تبارك الله 150 درهم. القندوره 280 درهم، 280 درهم فنة. هذه منها تخرجي بها البحر، منها تساري بها ديري معها صنيطيلة وخرجي بها، منها ديال الدار. الله يسخر يا رب العالمين. شوفوا معايا هذه، شوفوا لي هذه القنيطره هذه فنة، دايزها الكلام. بالنسبه لهاد لي شال هادو البنات هادو ديال، انا غادي نوريكم دابا الالوان اللي خديت فيهم. ها هما شوفوا لي، راه تيتسدوا بحال هكذا، تيتسدوا من هنايا بهذيك تكتك، شنو تيقولوا لها طرقات، واحد الطريريق تيتسدوا. ما عرفتي فني جبتهم لكم في الالوان، هادو هما اللي تيلبسوهم هنايا للصالات. انا قلت علاش لا، الناس اللي غادي للعمره ياخذوهم من عندي، راه غير ب 70 درهم تنبيعهم. خذي وحده 70 درهم موديل اخر ونوريهم ديك الطراقيه. ما عرفتي الفن فينا هما، انا غنست فيهم كلشي ونوريهم، انا نست كلشي في سميتو ونوريكم. شوفوا لي شوفوا لي هادو الدندوره هادي، شوفوا كيف تجي في الجلسه فنة فخمة غزالة، ولويناتها فنين. الألوان اللي غادي نوريكم مبردين مبردين، دخلوا لعند منى تيغي التاويل غتلقاو لي ستوري فيهم الألوان كاملين. الله يسخر لكم بنات بلادي والله يفرحكم، ونتلاقاو إن شاء الله المعرض ديال بلجيكا إن شاء الله، وقبل منه المعرض ديال مكناس. بغيت نتلاقاو في مكناس، بغيت 27 و 28 و 29 و 30 نتجمعوا كلنا في مكناس ونفرحوا والله يفرحكم كامل. درات راه انا اللي شجعتها على 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 تجي تبدا دير المعارض لينا هنا، لان شهدنا في المعارض قد ما شفنا داك لومبيونس اللي كاينه في المغرب في المعارض، والله العظيم اللي تشهيناهم هنايا. دابا شفنا هاد السيده هذه هي اللي غادي تنظم لينا في بلجيكا ان شاء الله في اليومين اللي قلت لكم هنا وهنا، وان شاء الله شفنا واحد السيده الفاسي، وشفنا واحد السيده اخرى هي اللي غادي تنظم لينا في فرنسا. المهم ان شاء الله في لو موان 5 غادي يكون غزاله، يكون فرنسا وبلجيكا ان شاء الله. بلجيكا راه مقاده ناضيه، اتصلوا بالسيده وخذوا بلاصتكم والله يسخر البنات بلادي كاملين. والقندورات 280 درهم، يلا شكون اللي بغى، شكون اللي بغى مرحبا. البنات شوفوا لي هاد القنيطرات الفن تبارك الله، والله الا شي حاجه اللي واعره قالت لي واش الشال ديالهم. لا شوفوا انا راه البنات راه هانتوما نقدر لا فيديو ما نكملوش لكم، لاننا خارجين دابا معروضين نمشيو لاكسيو فيت في التوش بلدي نتقداو ليها واحد ليوس وداكشي اللي بغات تحطهم في المحل ديال منى التاويل ديال الديكور، ومن تما غادي لواحد الغيستورو فين غنفطروا. غير كملوا لا فيديو في منى تيغي التاويل، هذا الانستغرام هذا هو لا فيديو اللي غادي تلقاوه، هو التصاور ديال هادو اللي غادي تلقاوهم. شوفوا هادو راه وصلوا للمغرب، هادو راه وصلوا، راه صيفطاتهم ليا سناء قبل بان سمان، وصلوا تبارك الله مع فريتور مع علي. اللي بغات شي شباكيه من عند مويمتها، اللي بغات شي سلو، اللي بغات شي حاجه تصيفط مع داك السيد، راه ثمن معقول. انا خرقت شباكيه ما تزعزعش، اللهم لك الحمد. فريتور هو سميتو علي، علي راه كاين حدا اوتيل ظاهر، في اوتيل ظاهر. شوفوا لي هادي كي جاتكم، وكي جاتكم دخلت عليك بالله بصراحة غزالة، ولا شي نقصها هاد ولي انا اختاريتهم بعتي انا كنت اكثر من هكا مين شفتهم في الالوان تخربقت، قلت لها ويلي واش الشيلان كايجيو، اين الشيلان غادي ندير معاهم. صح شوفوا لي الشال اللي درت معاهم دابا، ها هو الشال جاني شان بحال ديالهم، راه غير بلي فوتو خدينا شيلان. انا ما عنديش الشال باغكم دابا، انا عليك سوا مختلفه نخلي لك الشال. هما الشيلان 150 درهم، شوفوا وكوطو وفيهم جوج متر،
شوفوا شحال فنين فنين والله يسهل على سناء مسكينه تتصورني ومحاوله معايا البوديات الشبكه جبتهم معايا حتى لهنايا بعتهم للبنات وخدت منهم نيت سناء تتاخذوا فنين ديال جلالب ديال القناضر ديال كلشي وها هي قنيضي راه هبطي لنا شوفوا سناء ان شاء الله ها هي شوفوا تبارك الله الفن الله يحفظك كي جاتكم دابا هذه بصراحه كتبوا لي كي جاتكم هاد القنيطرات هادو راه غادي يهبطوا للمغرب ان شاء الله البنات دخلت عليكم بالله لا معطوا رايكم راه حيت انا اختارتهم عاودوا لي واش المينات زوينين هادو البنات راه اختارتهم وصيفطاتهم ليا للمغرب هادو راه ترسلوا للمغرب راه كاينين دابا عند ملكه في المحل ديال المشروع هادو اللي كتقيس لكم راه اللي خديت انا اللي خلات ليا اما راه شي لاخر راجعه المهم هادو البنات راه كاينين عند ملكه في مشروع ولاد مطاع تماره المحل ديالي اللي كاين في مشروع ولاد مطاع تماره انا غنقيد لكم ها هي النمره ديال البنت اللي بغات هذه ولا الاورانج انا نوريكم اللوينات الاخرين 280 درهم الشال ب 150 درهم ديك غادي من هنايا اللون مغلوق ومن هنايا غادي 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 وتيبرد ها هي بحال دابا هذا فيه البلون كاسي والفيغ تيجي كلاس وشوفوا لي هادو راه ديال الخريج صنيديره سويك وسيري بها ديال البحر ديريها قندوره هي تقدري تخرجي بها تخملها في الدار وتخرجي بها تخرجي بها شي خرجه على قفله وانت لابسه في الدار تخرجي بها باش ديري لهم الطول ديالها ها هي باش يشوفوها ها هي طويله وفنه غزاله ها هي شي حاجه اللي زويونه وها نتوما انا راه تنزرب باش نمشيو لواحد الغيستورو عارضه عليا صديقتي الله يخليها ليا يا رب بنات الشيلان ديال شانيل ها هما هاي قراوها هاي باغي ديال باغي هادو راه موجودين راه تما في المحل هما وهذوك ديال الصالات وديال العمره وكل شيء راه جبتهم انا غنوريهم لكم دابا هما وداك الديكورات اللي خديت لداري راني تنحيح عندي غير باكاج ديال 10 كيلو هذاك الصغيور ما عرفت كيف غادي ندير ما عرفتش ما فهمتش والله الا عندي بيا اصلا ما فيهش الباكاج ما عرفت كي ندير شوفوا لي هادو راه وصلوا للمحل شدي لينا الطول انا اختي شوفوا لي هادو وصلوا للمحل ها هما شي حاجه اللي ما شاء الله فنه شوفوا التحت ديالها غزاله داك اللي تحت فيه الاورانج ربي يوريهم مثلا مزيان اه شوفوا تبارك الله شوفوا الشكل ديالها غزاله هذه مع شي شرف تيركوا شارف التيركوا هذه خربقتها درت ليها البيج نورمالمون شارف التيركوا ولا في هذا اللون هذا اللي تلبسيهم يعني هانتي شوفوا تبارك الله هما فنين شي شارف التيركوا بحال هكا يجي واعرين ما شاء الله ديال تركيا حمقت عليها سناء وجبت منها هذه شكلها البنات هانتوما شكل هاد القنيطرات هادو غزالين مشيت عند شي حد لبستيهم وانت خارجه تيبانو كلاس تيبانو فنين تبارك الله وهاد لي شال هادو ديال الناس ديال العمره هادو راه خديتهم لي بحال هكذا ها هي داك السده ها نتوما انا حاولت ندور باش يبان لكم هذا الظهر هذا ديال الفولا ها هو ها نتوما شوفوا هادي ها هي تتسد بحال هكذا وها هو وهذا تيتخشى ما عرفتي تيجي رائع شوفوا الشكل ديالو يا اما بايطي بحال هكذا يا اما سامبل وما عرفتي راه فنين فنين البنات انا نسدها ها نتوما شوفوا الشكل ديالهم غزال هادو الناس ديال العمره راني لقيتهم هنايا خديت منهم وما خديت لنفسي والبقيه غادي نشحتو مع فريتور مع عالي اللي بغى النمره ديالو انا غنكتبها لكم هاد السيده هذا في جميع الدول كاين في جميع الدول وتيصيفط لكم حتى سميتو هذاك البلاصه الناس ديال اوتيل ظاهر والناس ديال كازا راه تيفرق لهم الكازا كلشي هانتوما شوفوا هذا اللي دايره انا هما هاد لي شال هادو اللي جبتهم بحال هكذا وشوفوا ربي حسن احط الكاميرا باش يبان لهم ها انتم شوفوا كيف بايطي شوفوا لي انا هذا اللي دايره انا كيف بايطي شتو ما حتى تيجي راقي وكوطون زويون وشوفوا لي القندوره هادو القندورات راه كاينين في المحل في مشروع ولاد مطاع تماره في المحل ديالي اللي كاينه فيه ملكه راه فيه هادو فيهم الزرق والخضر وداك الوانات حماق وعيهم البنات هذيا في الجاليه راني بعتهم بعدا قبل ما نمشي شوفوا شحال فنين هادو فنين هذا ديال العمره راقيين وزويونين شوفوا لي هذا اللون الثاني هذا شوفوا شحال فن عرفتي لوينو راقي وغزال هذا خديت هاد السومو هاد الماغو بحال هكذا خديت حتى الفيغ ما عرفت قلت لي سنة راه هو زويون بحال هكذا مع جنيبه نواغ ولا هادي شوفوا كيف داير شوفوا لي البلون ديالهم البلون بلا بايطي اللي ما بغاش هكذا بايطي بحال هكذا بحال اللي دايره انا ياخذ بحال هذا ها هو سامبل ها هو هذا اللون هذا شوفوا شحال زوين خديته بحال هكذا في الكري
تيجيبوهم يغسل لكم هاد الشيء غزال، هادو غزال اقطم الكاليتي زوينه، هادو الناس ديال العمره اجيو راه ثمنهم بسيط راه والو ما عرفتي ثمنهم رخيص. منهم الليليه باش تمشي تصور لبنيتك هادشي تري براتيك، ما عرفتيش هي بغي كتصحيت كتوحل ما كتعرفش كيفاش تسدني هذه لقيت لها الحل غير كدير لها ماركت. وهادو الشيلان ديال شانيل اللي خليت ليا غير الكري لان في الدار عندي الباج وعندي النوار وعندي اللوينات، خليت ليا الكري وشحنت الاخرين. هادو كلاس ديال لا كلاس فني، ها هي البنات ها هي السميه ديالهم هانتوما. هاد الشركه ممنوع انني نصور، هادي فرونشيز ممنوع نصور، ها هي السميه ديال الشركه، ها هي مكتوبه باغي راهي في باغي تيكونوا، وها هما فنين فنين. ها هما هادو ديال شانيل، كاين ديال موسلين، هادو راه تبارك الله ما عرفتي تيجيو راقيين في اللبس، تيجيو بحال هكذا غزالين وراقيين، شي حاجه اللي كلاس. انا تيعجبني نقادهم بواحد الطريقه زويونه تيجيوني كلاس. هادو ديال شانيل البنات ها هما الفن 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 بنات الخير، هادو اللي بغاهم راه عندي في المحل، راه ان شاء الله عندي الكونتيتي وعاد غنصيفط كونتيتي كثيره ان شاء الله. المهم هادو اللي شريت هادشي شريته ليا حيت عندي باليزه عادي 10 كيلو، ما قطعتش البيف بلي فاليز مع حتى الاخر لحظه. تنقول لسي محمد شكرا، هو اللي تيتكلف لينا بتركيا، تيتكلف لينا اللي بغيتو هو يورغانيزي بحال هكذا مع ناسكم ولا هادي اتصلوا بي، انا غنخلي لكم نمرتو في صندوق الوصف، واللي بغاها يكتبها ليا انا نكتب ليه نمرتو. خديت هاد لي باني هادو طخوا بغيت نديرهم في بيت النعاس، خديت هذا وخديت التوش بلدي اي حاجه ديال ليزور وديال المخاد وديال ليوس وكلشي كلشي راه تشحن، خديته من التوش بلدي راه غادي يوصلوها ان شاء الله، وغادي تحطوه في المحل المحل ديال الاخ ديالي مشروع ولاد مطاح تماره حدا روكا، كاين المحل ديال هشام ديال الاخ ديالي منى التاويل ديال الديكور، هو اللي غادي ندير فيه هاد السلعه هادي ديال فرنسا، هو اللي غادي نجيب فيه الشيلان ديال الكاشخه وداكشي الكلاس ديال الامارات، وهو اللي غادي تكون معايا فيه توش بلدي. غادي تجيب لكم خديت ليها من هنايا ليوز، وخديت ليها بحال هكا دوك المانطات اللي خفافين، لي زور اي حاجه خاصه بالناموسيه وخاصه بلي كانابي راه خديتها الفن. مهم شوفوا لي انا غنخلي لكم لا فيديو صغيور مني مشيت دابا تقديت وغادي تشوفوا كل شيء. شوفوا خديت هذه ها هي ما عرفتي، تنتمنى انها تبان لكم. شوف ها هي تتعلق بحال هكا في البالكون وداكشي، شوفوا تيتحطوا فيها انتم شوفوا الصوره هي هذه فنه. هادو البنات هادو كلشي تيقول لي هنايا عليهم، تينظفوا الوجه من داكشي رقيق، ها هما راه غير بديدي غاب 10 دراهم غادي نبيعهم لكم، اجيو سولوا فيهم ديت غير كونتيتي قليله. هادو فنين هادو راه ديتهم لكم، هادو ديال بحال الماسك ها هو يا اما ديال العسل يا اما ديال الفروي، المهم خديت هاد الجوج ليا. هادو خديتهم للمانط البلاكار ديال المانطات وداكشي، ديروا فيه هادو البنات ها نتوما البلاكار اللي عندكم في الدار ديال المانطات وكلشي، ها هما هادو شريوهم راه ما كاملش شاور اورو شي حاجه، المهم ما كاملاش 15 درهم ثلاثه، وديرهم عرفتي البلاكار تتحل لي تتشمي واحد الريحه واعره ديال البيبان ما لقيتهمش اللي تيتعلقوا في الباب. وشنو خديت هذه من تدير بحال هكذا شي غوماج ولا هذه تدلك بها الوجهيه، المهم انا وليت هذه ما تدي تنعتني بالوجهيه ديالي بهاد لي ماسك وداكشي، والله الا طوار حسيت به الحمد لله ما بقاش ناشف. هانتوما هادي حتى هي زويونه، وخديت هاد الماسكارا وهاد التخربيق هذا. المهم شوفوا وهذه هادي فن، هادي راه غير بشي 3 اورو غزاله ديال لي بيجو سنيسلات وداكشي. وشوفوا دابا معايا القندورات اللي غادي نوريكم، اللي ماشي اللي جايبه من المغرب اللي خديت من هنا، القندورات اللي جبت معايا دابا البنات اللي شراوهم ليا البنات، شراوهم البنات من عندي من هنايا وشراتهم تسانا وكلشي، هما هادو راه باقي منهم اللي بغاتهم راه باقي مكاينين، راه فنين فنين هانتوما قندوره كسوة ما عرفتي ما شاء الله غزاله ها هي فنه الشكل ديالها. وشوف ما عرفتي حتى في الجلسه تتبان غزاله تتبان فخمه، الا مشيتي عند الناس تقدري تخرجي بيها، انا لبستها مع مع دي زيسبا في البيض وجيت بيها جات فنه ها هي. شوفوا فنه هانتوما شوفوا معايا في الكميمات بحال هكذا جات تبارك الله راقيه، راه كاينين عند ملك راه 250 درهم هادو، وشريناهم حنا غاليين لان التطريز في تركيا فيه الثمن، زعما التطريز فيه الثمن. المهم خديت هاد لي بورتبوي تخربيق،
والله يحفظكم ليا يا ربي. انا ضروري من تجي الاكسيون ضروري من خذ انا نوريكم القنيطرات ونوريكم حتى الخريجه ديالنا اللي مشينا ليها. مشينا لواحد الغيستو غزاله. سيروا ليها بنات الجاليه راه زوينه. ديروا خلقوا جو وسعدوا راسكم والله يكون مع بنات الجاليه كاملين يا رب العالمين. صعيب الحال هنايا والله يكون معكم بنات الخير الله يكون معكم. وبالنسبه للاكسيون غنوريكم دوك الشيء اللي خديت لتوش بلدي منها والله يفرحكم بنات الخير. شوفوا ليا هذا الشيء اللي شريت من هنا راه الفن. هادي ما يمكنش يجي لفرنسا وما نجيوش فين اكسيون اكسيون ويلي ويلي ماشي يدير بشير ابوسي داري. دابا انا هنا خايفه على راسي خرج علينا هذا اكسيون خرج علينا. هذا راه مشكله ما عرفتي هاد اكسيون البنات راه تندخل ليه تنتلف على سناء تنبقى نهز عزيز عليا اختي دوك الصوينيات الضوغي ديالهم عزيز عليا لي بورت بوجي عزيز عليا كتنسي بينا راه عندك فيليزا صغيره عندي انا اصلا ما مقطعش الباكاج البنات غدا غير هذيك ديال الكابين بوحدها ما مقطعش لقيت بي صون باكاج قلت بلاش ما غادي عندي لاش نتقل اصلا السلعه تيشحنوها وداكشي لان انتيغدي دي معاك السلعه بسميتو تخافوا البنات على ريوزكم بعدا في لا ديوان وداكشي ما تغامروش. انا بعدا ما بقيتش تنغامر اطلاقا. تركيا تنشحن مع دانيش راه شفتوا تبارك الله شحال ديال الشحن راه 3 المليون في 2 المليون في مليون ديال الشحن اللي وصلوني. هنا في فرنسا ما كاينش صافي الحاجه اللي خديت شي سليعه شويه هكا قليله وليت صيفتها شحناها الله يجعل البركه راه غادي توصل في انسامين ما كاملاش شي 3 جوغ هكا كتوصل الله يسخر فيها يا ربي. راه كاينين الدراري موجودين كاين تبارك الله ديك السوسيتي اللي كنت وريتكم الله يعمر ليه الدار. هذاك السيد سميتو علي سميتو علي فريتور هذاك السوسيتي سميتها فريتور ديو ليها اللي ديتو ديو الزاج والله ما تخافوا غير تانتوما كلكمو داك الشيء مزيان وما تخافوش عليه. ودابا ها نتوما دابا انا غادي نبدا ها انت يلا قلت بسم الله بان ليا هذا اختي تيت دولي اللي درت في 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 بيت الناس هو هذا مشات لي الهضره نهز ما تخرجش زويون هذا درتي دار فيه لي زاكسيسوار ما زوينين بحال هكذا لي زاكسيسوار وداك الشيء عجبني. هذا تيت دولي درتو بحال هكذا درتو بالبوكليت بحال هكذا وها نتوما انا اللي عزيز عليا هادو. ها هي توش بلدي فينك توش بلدي توش بلدي راه غادي تكون معايا راه غادي نتقدى ليها دابا بحال هادو غادي ناخذو منهم بزاف وغنصيفطهم مع فريتور مع عالي لاجونس ديال عالي اللي كاينه في ديور الجامع تيجيبوهم ليا حتى لديور الجامع. كنتو في كازا يديهم لكم حتى لكازا كنتو في بروكسل في بلجيكا في اما كنتو عنده سوسيتي ديالو فريتور سميتو عالي غنتقدى لتوش بلدي هادو راه غادي ديرهم عندي في المحل. ربيت توش بلدي لما شوفي هذه واش ناخذ منها ولا لا المهم انا غنقطع باش ندير معها ابيل فيديو يكونوا مع عندي في المحل ديال هشام المحل ديال منى التاويل ديال الديكور هو اللي غادي يكون فيه هذا الشيء ان شاء الله غيكون فيه هذا الشيء كله اللي غنتقدى دابا. المهم هي واخده سلعه واعره سير حبيبتي تاخذ سلعه فنه ان شاء الله واخداها وديجا موجوده ديال اسبانيا ولكن انا قلت نزيد لها غير هكا كيلكم موديل من هذا الشيء. مهم انا اللي عجبني هادو تيداروا فوق الكنابي تيجيو زوينين. عجبني هذا غزال لونو زوين عجبني هذا الفيغ الله يسخر. وانتم ماما الاثمنه باينين باش تعرفوا راه ماشي تزيد بزاف مسكينه راه تزيد غير شي حاجه بسيطه. شوفوا هذه فوق من الكنابي بحال هكا تجي فنه. شوفوا هذه انا ناخذها عجبتني صافي انا نبدا. هادو هما المغربيات تيشوفوا الديكور تينساو الحياه. انا راه تنشوف هذا الشيء ديال الديكور تنسى كل شيء يا ربي ما تهمش لا ساكاما ما يخليوهاش في الطياره ما عندهمش معاك واخا انا طلعت اللي في داك صحيحتك شوفي انا عجبتني هذه خاصني ماشي طوموبيل خاصني تراكتور ونمشي بيه والله العظيم ويلي غزال هذه سهلة هذه زوينة هذه جينا لهاد لابارتي هذه قالت لي سناء على هادو قالت لي دي ماسك واعرين دي ماسك زوينين هادو ديال الوجه ماسكات فنين بزاف
هانتوما قولوا 10 دراهم دايرين، ولكن شي حاجه غزاله. انا غادي نجيب منهم واحد الباكي ليا وغادي نجربهم، لان هاد اكسيون قريبه ليها للدار. الا لقيتهم مزيانين غادي ناخذ لكم دي باكي ونصيفطهم ان شاء الله. ناخذ دي باكي بحال هكذا ديال خلاتها هي قالت لي ديال الصبار تيكونوا واعرين. هانتوما ناخذ دي باكي ونجربوهم، راه غير بديديره ما نبيعهم لكم بنفس الثمن. الله يسخرك يا سناء. الله يحفظك يا ربي. رمضان مبارك سعيد للجميع. الله يفرحك ويرحم لك مويمتك سناء على اللي حطك عليا معتي مسكينه. كاع اموات المؤمنين. امين يا رب العالمين. اليوم جينا لواحد الغيستورون ازياتيك. ازياتيك فيها بحال ديك المره. ديك المره جينا لواحد الغيستورون دايرين فيها شنو هذاك بوفي افولونتي واعر واعر. المهم كاع اللي عايشين هنا في فرنسا راه عارفين وراك كاينين بارتو موجودين. المهم بالنسبه لهذيك الغيستورون الاولى كانوا داروها على شكل واحد طياره هكا كبيره. أيوة. شوفوا لي فيديو الاولانيين انا نخلي لكم ليا معتي منظرها غزال. قلت لسناء عافاك سناء ديني بحال ديك الغيستورون. قالت لي شوف وريتيها ليهم وريهم دابا شي حاجه اخرى ونشكلوا ماكله جديده. عاود تمشي تشوفي بلاصه اخرى باش ديري. الله يسلمك الله يخطك عليا. المهم جينا دابا لواحد الغيستورون كاينه هنايا ازياتيك فيها بيفي المهم زويونه تعجبكم ان شاء الله. شنو سميت البلاصه؟ هذه كريتي. هذه كريتي. كريتي وكيجيني الغوز. شوفوا لي واخا وقتها غوز كامل ولكن جيتي زوينه تبارك الله. سلام قالت لي اش هذا الغوز؟ قلت لها هاد الفيزا خديتها من عند الشماليه تندير لها تحيه تبارك الله علينا الشمال اللي تتكون معنا في المعرض. الشماليه راه عندها تالقنيضرات زويونين والله يفرحكم يا رب. هي الغيستورون اللي جينا ليها عامره ما شاء الله زويونه. وشوفوا لي دايرين بيفي بحال هكذا كامل. المهم راه جيو هكا البنات ديال الجاليه اجيو لهاد البلاصه هادي رخيصه. دابا نقول لكم الثمن ديالها حيت انا عرضني صديقتي هي اللي عرضتني هي والزوج ديالها ووليداتها. بغيت نقول بغيت نعرفكم بهاد البلايص. ديك المره راه كنت وريتكم هذيك اللي دايره بحال شي بحال شي طياره هكا واحد لافيون كبيره وحاطين فيها. وهاد المره قلت نوريكم هذه. هي ما شاء الله زوينه. اختي هذه اللي بغيتي طيب اللي سناء اللي بغى يطيب هنايا يطيبوها. اه ياخذ بحال هكا خضر. ها هي هنايا لي صوص. المهم اي حاجه ديال الصوص. هذا اللي بغى شي حاجه بحال هكذا خضراء يديها عندهم اكثر. يا هاد بوزروك صيبوه للسيد دابا واعر. نشوف كلشي عرفتي كيديروا انا كتاخذي. اه اللي بغيتي سوا لي نوي ولا هاد هاد هكايا ولا هكا ولا هكا. اييه ديك من بعد كتبدي تختاري صرف في طبسيلك تختاري الشامبينيون. بغيتي شويه البروكولي بروكولي ديال الشامبينيون هذاك ديزيدغاتي. اها ممكن تاخذي كل فنين طارات. اييه تتعطيها لهم يديروها. اييه يديروها لك الصوتي. هي هاد التمر. والله الا كاين التمر عارفين هذا عزيز علي على هشام. انا ما عنديش معاه. انا ما عنديش معاه اي حاجه. انا خضراء حتى السوشي ما كليتوش. دايرين السوشي تما ياكي. ها هو التمر بان ليا هنا. والله الا هزيته من هنا. كانوا حاطين طبسيل هنا ديال التمر. عارفين بان الصيام ودايرين التمر. هانتوما شوفوا هنايا ها هو السوشي. ها هي هنايا اللي بغى كلاص. ها هو الكلاص. سناء هما تميرات. هانتي دايرين هنا التمر اللي بغى يفطر. هنايا تيغاميسو. انا هادي تنحمق عليها. زويون بنين. هانتوما خد ازات المكاون زويون. يا الله يحفظكم البنات تهلاو في راسكم. المهم انا قلت نوريكم هاد البلاصه هادي لانها فنه تعجبكم حتى المذاق زوين. شنو ندير لكم شي حاجه غزاله. الماكله فيها بنينه وزوينه وكلشي حلال. 25 اورو الواحد. اجي وبدلوا بحال هكا الجو لان الله يعاونك يا ربي. المره الجايه نمشيو مع سناء ان شاء الله للخدمه ديالها. شوفوا لي الاجواء ديال السوق. شوفوا لي السلعه ديالها اللي واعره بزاف ولي بيجو ديالها اللي فنين. والله يسخر البنات بلادي كاملين اللي بنات الجاليه. الله يسخر لكم والله يعطيكم العوين. امين. كتبقي مع كاع الناس. ما عنديش هذا والله العلي العظيم ولا كنقولها من قلبي. كنشوف كيفاش كتعاملي مع الناس من غير يعني انا كنشوف في الكواليس يعني شنو كدير.
تهضري مع الناس ربي اللي غادي يخلصك. والله العظيم شي حاجه تنديرها انا من تنجي لهنا وتلقى بحال هاد البنات واقفين معايا ومستقبليني في ديورهم ولا تنشد اوطي تلقاهم حدايا دايرين بيا هذيك راه يدني وما فيها. تنقولوا شو ربي تيجازيني هنا في الدنيا قبل الاخره. انا راه ربي جازاني بهاد السيده قالت لي والله تشدي شو اوطي ما نبقاش نهضر معاك تنمشي لدارها وتتكبر بيا والله ولكن راه تتكبر بيا تنوضي تتلقاي شحال من حاجه وحده موجوده لك بلانينغ ديالك راه هادشي هي الدنيا ومخليه خدمتها مخليه كلشي. الله يحفظك اسانا الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين يا ربي. المهم دوزناها زوينه في باغي سينو لي سليعك رحموا لي للوالده ديالها الله يرحمها في هذا العواشر يا ربي يا ربي. الله يرحم جميع موتى المسلمين الله يرحم جميع المهمات اللي مات لها مهمتها سيري الله يرحمها لك في هذا العواشر يا رب العالمين. الله يرحم لكم الوالدين.